بعد 140 عاما عن وفاة مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة الأمير عبد القادر، ما زالت الجزائر تحرص على استرجاع سيفيه الموجودين في فرنسا، واللذين يواجهان حاليا مشكلة إثبات وتحديد. تابع معنا القصة. أحال الأعضاء الجزائريون في اللجنة المشتركة المكلفة بالذاكرة بين البلدين على رأس المطالب ملف سيفين كان مملوكين للأمير عبد القادر، حيث يلعب هذان السيفان التاريخيان دورا محوريا في تصويب العلاقة بين البلدين. ويوجد السيف الأول في المتحف العسكري والثاني في شاتو دو شانتي. وحسب صحيفة لوموند الفرنسية، تكمن المشكلة في أن كل مؤسسة تحمل عدة سيوف منسوبة للأميرة، فلمتحف الجيش سيفان ولم يتمكن لحد الساعة من إثبات ارتباطهما بالأمير عبد القادر الجزائري بشكل رسمي. وتستند الصحيفة في طرحها على قول بعض الخبراء الذين يتذكرون أنه من المحتمل أن يكون قد تم الاستيلاء على أحد السيفين عام 1843 أثناء السيطرة على مدينة زملاء العاصمة المتنقلة للأمير عبد القادر، والتي فاجأتها القوات الفرنسية في غياب الأمير عن المعسكر في ذلك اليوم، حيث تعرضت خيبته للسرقة، في حين يكتنف الغموض أيضا هوية السيف الثانية الموجود بمتحف كوندي الواقع في بلدية شانتي الفرنسية الممتلئ بمعدات من تراث الأمير عبد القادر. ويتعين على اللجنة المشتركة للمؤرخين في اجتماعها الخامسية منذ تأسيسها المقرر إجراؤه في الجزائر العاصمة من 20 إلى 24 مايو الجاري، يتعين عليها وفق الصحيفة الفرنسية توضيح هذا التساؤل.